أهلا محمد وشكرا استضافتي لليوم. هلا تخفيض بنص ب 50 نقطة أساس أو نص بالمية بعتقد يمكن مفرط فيها لحد ما أو متشددة جدا متساهلة جدا عفوا إذا بدنا نتوقع استبعدها أنا جدا بالفترة القادمة كون إنه مزبوط نحن صحيح عم نمشي على الخطى الفيدرالية اللي حاططها والتوقعات اللي حاططها إن كان بالتراجع السلس بالحركة الاقتصادية ولا حتى بالتراجع المستدام بالنسبة للتضخم، ولكن بعدنا نحن بعاد جدا عن ال 2% المستويات الصحيه، فبستبعد يكون في فجاه بشكل كبير جدا تخفيض ب 50 نقطه اساس. ليش؟ لانه اذا فعليا نحن قدم الفدرالي وخفض ب 50 نقطه اساس، هذا الشيء بفرجي انه الفورورد لوكينج تبعه هو للمستقبل بالقليل لشهرين 3 اشهر انه نحن قادمين مش على هبوط سلس وعلى ركود اقتصادي، بفرجي انه هو متخوف الى حد ما عم بيرجع يعمل تحصيل رجعي لانه تاخر يمكن عن التخفيض. فبستبعد انه يفرجي هيدي اللهجه او هيدي النبره بالاجتماع القادم، التخفيض ب 25 نقطه اساس هو المحبذ اكثر انه يكون عم يحصل بغض النظر من تسعير الاسواق حاليا ل 50 نقطه اساس بالوضع الحالي. جورج، يعني من الواضح ان هناك تفاوت كبير بين تسعير الاسواق، الاسواق تسعر 50 نقطه اساس، تسعر 100 نقطه كما ذكرنا بالامس، لكن يعني بلومبرج قامت بعمل استطلاع بين مجموعه الاقتصاديين كما ذكرت، يعني رايك انها مبالغ فيه تخفيض 100 نقطه و50 نقطه، يعني هذا التفاوت في تخفيض او في توقعات خفض الفائده ما تاثيره على الاسواق خلال الفتره المقبله؟ هذا الشيء معقول يفرجي انه يصير في عندي زخم مثل ما كنا عم نحكي قبل اذا بتذكر محمد، نحن اللي وصلنا الى حد ما لهالمرحله اللي هو الاستثمارات بشكل كبير جدا بالاستثمارات اللي فيها مخاطره الى حد ما، ففعليا اذا شفنا نحن الاسعار رح تسعر ال 50 او 100 نقطه اساس حتى تخفيض بالفتره القادمه وبشكل متسرع، هذا رح يدعم هذه الشركات ورح يرجع يدعم القطاعات اللي فيها مخاطره الى حد ما بشكل اكبر تدريجيا. ولكن اذا بنجي بندقق شوي هلا بالاس ام بي 500 بال 9 ديفرنت ديفيجنز متواجدين، بلاحظ انه حتى في عندي زخم بالكونسيومر ديسكريشنري الى حد ما اللي هو بينعد دفاعي الى حد ما كاسنشال، حتى ما بيكون في عندي ارتفاع فيه لما يكون في عندي استثمار بالمخاطره بشكل اكبر. فهذا بالمقابل بفرجي انه نحن مزبوط عم يتم تسعير ال 50 نقطه اساس او 100 نقطه اساس، ولكن ما بظن رح تكون مستدامه لفتره طويله جدا، ولكن صح. الا اذا الفدرالي خفض ب 25 نقطه اساس وبنفس الوقت كملنا نشوف التراجع بالتضخم تدريجيا وهبوط سلس، يعني بعده عم يترجم اكثر واكثر. صحيح. طب الفتره اللي فاتت لما شهدت موجه الانخفاضات الكبيره كل الاصول تقريبا والاسواق تراجعت، لكن عندما حدث تعافي لم يحدث هذا التعافي لكل الاصول، يعني الاسهم بالفعل ارتفعت، مؤشرات حتى على مستوى العالم معظمها شهدت ارتفاع، لكن عندما نستعرض العملات المشفره تقريبا يعني ارتفعت ثم عادت مره اخرى للانخفاض، الذهب لم يخترق المستويات الاخيره رغم البيانات الايجابيه، يعني تفسيرك لهذا التباين في الاصول؟ هلا بالنسبه لكل اصل في عندك سبب معين الى حد ما، بالنسبه اللي عم نحكي للذهب بالتحديد في عندي التوترات الجيوسياسيه من ناحيه اخرى كان في عندي الاستثمار من قبل المصارف المركزيه ليامنوا الاحتياطي بالذهب بشكل كبير جدا من 3 اشهر لورا، خصوصا كانت الصين عم بتقود اكثر شيء وروسيا عم بيقودوا هذه الموجه، بظن رح ترجع تجي عاجلا ام اجلا هذه الموجه للمشتريات بالنسبة للذهب، ولكن تحرك الذهب ما عم بيكون تركيزه أكثر شيء أو الويت تبع التأثير ما عم بيكون بس من فقط الفيدرالي أو الدولار الأمريكي، ومنشوف هذه الحركة المعاكسة. نحن كمان نحن ما بدنا ننسى شغلة، نحن التضخم عم بينخفض تدريجيا، هذا الشيء بيعطي إلى حد ما الاطمئنان، ومن ناحية تانية كمان عم نشوف التوترات الجيوسياسية بالمشاورات اللي كنا عم نشوفها هلا بهاليومين بالمنطقة العربية عم بتفرجي على امل الى حد ما، فهذا كمان هذا الشيء عم يدعم تدريجيا هذه الحركه. من ناحيه ثانيه العملات المشفره موضوع غير كليا وخصوصا بيتكوين، لانه عم نشوفه عم يتماشى مع الاستثمارات اللي فيها مخاطر الى حد ما مثل ناسداك واس ام بي 500، عم نشوف كورليشن عاليه جدا، اياما عم تتجاوز 90% كورليشن، وبفترات اخرى عم نشوفه متزامن مع الاصول السيف هيفن مثل الذهب بالتحديد، عم نشوف كمان تماشي مع الذهب. فهذا الانفصام لازم يكون عم نركز عليه من ناحيه البيهيفير اكثر على اساس نفهم الترند طبعا العملات المشفره اكثر تدريجيا. نعم. جورج خوري، سعيد دائما بوجودك معنا، كنت معنا من دبي رئيس قسم الابحاث والتعليم في سيف اي جروب.